أنيشكا. يلا بسرعة. ما عم تخليني نام حتى. عن جد؟ أخي أنت نمت فورا، حطيت راسك على كتافة وقفلت. وأنت ما لاحظتي كيف سندك؟ مشان ترتاحي بالنوم. ولا حدا فينا نام. إيه بس أنا مو هذا قصدي، قصدي أقول لو ما كنت هون كنت هلا رح كون نايم ببيتي وبتختي الدافي ومرتاح كمان. بس أنا موجود هون هلا بس بسببها لهي البنت، لأنها اتصلت بالشرطة. لا مو هي. ماليش كلي اتصلت. شو؟ ماليشكا؟ ايه ماليشكا. بس مستحيل هذا الشيء، المحقق قال انه لاكشمي هي يلي اتصلت. طول الوقت عم اقول لك مو انا اللي اتصلت، بس انت ما عم تسمعني. انا ما بدي اسمعك، لانه المحقق قال انه انت يلي اتصلتي. ماليشكا اللي اتصلت وقالت انها لاكشمي. سمعت خناقتها هي وامها، كانت عم بتقول انها ندمانه لانه اتصلت بالشرطه وقالت انها لاكشمي. أنا ما اتصلت بالشرطة، صدقتني هلأ يا ترى. أنا ما بثق فيكي ومستحيل أثق، لأني وثقت فيكي من قبل وكتير، بس أنت كسرتي هي الثقة تماما. تعرف شغلة؟ أنا ما كان لازم أبداً أوثق فيك. تعرف ليش؟ لأنه من اليوم اللي قابلتك فيه وأنت عم تكذب علي وما صدقتني بشي. بس الواحد لازم ينسى ريشي، لازم ينسى الإنسان ويسامح ويعطي فرص ليكمل حياته. أنا ماني شخص متسامح مثلك. لكن ليش متوقع أني سامحة؟ ممكن تسمعوني؟ فيكن تعملوا مشاكل قد ما بدكن، بالآخير رح تفهموا أنكن بتعنوا لبعض. بعمري ما شفت اثنين بيحبوا بعض مثلكن، وهالشي منيح. كونوا متأكدين وين ما بيكون الحب بتصير مشاكل من هالنوع. لما بتحب من كل قلبك هذا الحب بيسبب الغيرة القوية، ولما الواحد ما يقدر يعبر عن هالشي بيصير يقول أنه ما عنده ثقة، بس قلبه بيكون عم بيقول العكس. صح صح. شو هذا الصح؟ احكوا، انتوا فهمانين الموضوع غلط. خلونا ننهي النقاش، الكل بيعرف اني بالسجن من تحت راس هي البنت، هي السبب بكل شيء. ماليشكا، انت هون بسبب ماليشكا، بس ما بدك تقول شيء ضدها صح؟